السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نحن نبعد عن خط الصد خارج يعني بال 15 كيلو متر، وتحوي من القرى قرية أم الذيابة وقرية أم سياليلة وقرية أصباح البقارة وقرية أصباح البدو وقرية المعين وقرية أم سياليلة، وبلغتنا القوات الأمنية لنزوح هذه العوائل الطب داخل خط الصد. تهجرنا نحن وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الكبار ومواشينا مصدر عيشتنا، ولا نملك مخيمات ولا نملك صوبات تدفئة الأطفال ولا نملك سرائر ولا نملك، طلعنا طرقية من قرانا. ما يحدث الآن هو استنساخ لتجارب جرف الصخر وقرى الإمام وعزيز بلد وما ذلك من المناطق التي جرى تهجيرها ولم يعود أهلها، لأن الحكومة صمتها ليس صمتا إنما مشاركة فعلية لعملية تهجير قرى مكحول. والله احنا نزحنا من قرية مسيالينا، من 7 قرى نزحنا، نزحتنا القوات الأمنية، وهسه أنا لا حول ولا قوة، حالي عنا دايح مفطس ما حد يشتري، جهاننا مفطسة. هسه عمتنا عوائلنا متبهدلة، احنا متبهدلين، مكانات كل 7 عوائل بخيمة، وبالليل الجهال موتها البري. هذا الطفل والله عنده نقص بالدم ونايم بالخيمة هاي لايلون، حتى ما لحقنا حتى نخيط قوان يعني ونحط جهاننا بيه. هي هاي سكنتنا، تبلغنا وعفنا بيوتنا ومكاناتنا وفلاحتنا وتهجرنا وطلعنا. ماذا تفعل هالقوات الأمنية؟ وظيفتها التهجير أو إبلاغ الناس بإخراجهم من منازلهم؟ حقيقة يعني إذا لم يكونوا هم قادرين على حماية هذه المناطق فليسمحوا بالتطوع من قبل أهالي وقرى هذه المناطق وهم يحمون أنفسهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم الموضوع كما شاهدتم، موضوعنا اليوم عن النازحين في المخيمات ومعاناتهم، وسنتحدث بعد قليل أيضا بتفاصيل وأرقام تتحدث عن عدم رغبة كثير من النازحين العودة إلى مناطقهم بسبب أن هذه المناطق غير مؤهلة غير صالحة، الحكومة تركتهم في العراء ولم تقم بإعادة إعمار مناطقهم رغم الوعود ورغم المؤتمرات الدولية ورغم الأموال التي قيل إنها خصصت للنازحين، لكن لم تقم هذه الحكومات المتعاقبة بفعل أي شيء لإنهاء معاناة هؤلاء. مشاهدينا، قبل البدء في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، نود التنويه أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022، وسينتهي العمل بنظام بث SD اليوم مشاهدينا الكرام. لذا يرجى منكم، لمن يشاهد الآن القناة بصورة غير مكتملة بشاشة صغيرة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال الآن على التردد الذي يظهر أمام حضراتكم على الشاشة 1073
27 أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام الآن لمن يشاهدنا يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال الآن على نفس التردد. طيب مشاهدينا الكرام، كشفت منظمة ريتش الدولية للمساعدات الإنسانية أن 2% فقط من العائلات المقيمة في مخيمات النازحين في العراق لها رغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية. ما السبب؟ السبب هو بحسب المنظمة الدولية هو دمار منازلهم وسطوة الميليشيات. قالت المنظمة إن معدل عودة النازحين الداخليين لمناطقهم الأصلية ما تزال متدنية نسبياً رغم انتهاء المعارك عام 2017، وأشارت إلى أن 4 مخيمات صنفت على أنها مواقع غير رسمية. ذكرت المنظمة أنه ما يزال هناك 27 مخيما مفتوحا في أنحاء العراق، موضحة أنه منذ تشرين الثاني في عام 2021 بقي هناك 1,200,000 شخص في حالة نزوح مزمنة في مختلف أنحاء العراق. مشاهدينا الكرام، تذكرون في زمن حكومة حيدر العبادي مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي حدث وأقيم في دولة الكويت؟ هل تذكرون الأموال التي خصصت والصفقات التي أبرمت من أجل إعادة إعمار المناطق، المحافظات المنكوبة والمناطق المدمرة؟ ذهب حيدر العبادي ولم يسمع أي من النازحين عن منطقة تم تعميرها. جاء عادل عبد المهدي ولم يسمع العراقيون ولم يشاهدوا تطبيقا على الأرض لأي من مشاريع إعادة إعمار المحافظات المنكوبة. جاء بعده مصطفى الكاظمي وانتهت ولايته ولم يشاهد العراقيون أي إنجاز في ملف النازحين. السؤال، متى سيتحقق هذا الإنجاز ومتى سيتم إعمار المناطق والمحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية بسبب الحكومة وميليشياتها وداعش الذي دخل إلى العراق بسبب الحكومة؟ مشاهدينا الكرام، هناك 1,200,000 نازح كحد أدنى، كأقل تقدير لأعداد النازحين بحسب الأرقام الحكومية، لا يزالون في المخيمات، لا يزالون يعانون من الشتاء القارص ومن الحر الشديد وغياب الخدمات وانقطاع المساعدات الحكومية، ولا دور للسلطة في مساعدتهم وإنقاذهم. لهم أطفال وكبار سن ومرضى ومن يحتاج إلى المساعدة الفورية، ولم تنظر حكومة المليارات على أوضاعهم الإنسانية. ترى ما الذي يمنع هذه الحكومات عن النظر على وضع العراقيين النازحين في الداخل؟ لماذا لم تقم هذه الأحزاب التي تصارعت من أجل المناصب وشاركت في هذه الانتخابات ودعت لها، لماذا لم تقم على دعم وإنقاذ النازحين من معاناتهم؟ لماذا ملف جرف الصخر لا يزال ملفا مفتوحا لم يتم إغلاقه؟ لا تزال الميليشيات تمنع أهالي جرف الصخر من العودة إلى مناطقهم. نازحو يثرب كذلك لا يستطيعون العودة. لماذا تمنع هذه الميليشيات، وكيف تقبل الحكومة بأن تمنع الميليشيات العراقيين من العودة إلى مناطقهم؟ مشاهدينا الكرام، هناك مشاكل أخرى ترتبط بقضية عدم استطاعة عوائل كثيرة من العراقيين على العودة إلى مناطقهم حتى وإن كانت مدمرة. كان هناك بعض النازحين يريدون العودة إلى مناطقهم وإن كانت مدمرة، لكن هناك ما يمنعهم. من أهم الأمور التي لا تزال تمنع النازحين هي قضية وجود المتفجرات والألغام أسفل مناطقهم، أسفل بيوتهم. هذه من الأسباب التي تعيق النازحين على العودة، لأنه لم توفر الحكومات أي آلية أو وسيلة لتنظيف هذه المناطق من الألغام، من المتفجرات التي تم نصبها وزراعتها في فترة العمليات العسكرية. شبكة دويتش فيلا الألمانية قالت إن مخاطر الألغام ومخلفات الحروب تهدد عودة النازحين في العراق لمنازلهم. وأضافت الشبكة أنه في ظل وجود ملايين الألغام والمتفجرات تحت ركام وتربة العراق، فإن الكثير من النازحين في الداخل يفضلون العيش في المخيمات على العودة إلى مناطقهم. معنا اتصال. السيد أبو خطاب من القرمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا
شلونك استاذ محمد مو؟ حياك الله، اهلا وسهلا. نعم وياك محمد. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله ابو خطاب، كل الهلا، تفضل. شنو الموضوع؟ شنو موضوع اليوم؟ الموضوع يا ابو خطاب، نعم الموضوع عن النازحين، وبالتحديد هناك تقارير تشير الى ان 2% بس من عدد النازحين الكلي يريدون يرجعون الى مناطقهم. ليش البقيه مدى يريدون يرجعون الى مناطقهم؟ الحكومه ليش ما قامت باعمار مناطقهم؟ ليش ما وفرت البيئه لترجع الناس الى بيوتها؟ هسه انا اقول لك ليش. نعم، هاي الحكومه وفرت من وراها خلاص. هاي هسه اكو مناطق هنا بيوت مهدمه ومدمره تدمير كامل، لو جاي يقعد وين؟ يقعد بالشارع. نعم يا استاذ محمد، والله العظيم ما عندهم بيوت، واقعه منتهيه. اذا جا وين يقعد هو وعائلته؟ يقعد بالشارع. لا انطر تعويضات، لا انطر، بس مستانين على الكراسي والجابحين. شلون اللي مو حكومه، شلون الجهال مستانين وصارعين على الكراسي؟ هي هاي الحكومه. ابو خطاب بس سؤال، ايش قد يكلف، ايش قد يكلف بناء بيت لبناء بيت بالعراق؟ يعني هسه على شكل هيكل، خلينا نقول على اقل تكلفه. ناس يقولون من النازحين، احنا ما نريد من الحكومه غير 2 ملايين 3 ملايين دينار نبني بها هيكل بس حتى يقوينا ونستر على نفسنا. معقوله هاي الحكومه اللي عندها مليارات ماذا تقدر تنطي للناس فلوس؟ اذا هم فاشلين الحكومه في اعاده الاعمار، انطوا للناس فلوس هم يعمرون. ليش ما سووا حتى هذه الخطوه؟ ابو استاذ محمد، هسه فلوس المبالغ مال الفلح مال الحمضه، اي هسه مو راح يجي السنه الثانيه، راح تيجي الزرع الثاني، مو راح نحصد. نعم، ولحد الان بعد ماكو ما حد منطيني، يعني ما حد لا مستلم، ما حد مستلم له دينار. صاروا يبنون بيوت، يروح ما يبنون بيوت. هاي الحكومة ما تبنى بيوت أستاذ محمد، والله ما تبنى بيوت، خلاص أبد ما تبنى بيوت. نعم، أنا أقول لك هسه عندك السجون مليانة كلها أبرياء. هاي إحنا من عليها ما حد يدري بها. هسه مرتين أنا خابرتك، يمكن مرتين. إي نعم، يعني أنا عندي هسه إخواني 2 وابن أخوي مفقودين، أخذتهم ما نعرف الجهة اللي أخذتهم شنو. نعم، اي من 2016 لحد الان ما ننتبههم وين. اخوتي 2 شياب كبار، واحد مواليد 55 وواحد 51. نعم، منين اخذوهم يا ابو خطاب؟ منين اخذوهم؟ اخذوهم من الشارع. من هم اللي اخذوهم بالضبط؟ من الجهه اللي اخذتهم؟ ما حد يعرفها والله، ما حد. تروح تسأل والسيطراتك، السيطرات انت السيطرات يا ابو من افراتهم فيه القوة الجيش، ما حد يعرف. نعم، ما ينطونك، يقول لك ما ندري، احنا ما ندري. نعم، وراحوا اليوم هاي من 2016 هي مسلسل اليوم. طيب، ولحد الان وش قد وخذوا من واحد من ولد اخوي، اخذوا منه 3 دفاتر و40 ورقه، اخذوا منه 3 دفاتر على اساس يطلع التيام ودور موجودين، وبيعنا ما خلينا كل شيء وباع. هذا منو اللي ياخذ منكم فلوس؟ منو اللي ياخذ منكم فلوس؟ ما حد يعرفه. واحد يعني شنو؟ محامي لو شخص، لو ضابط، لو شنو؟ مو محامي، هو الضغط قاعد على اساس ايه عنده عرف. ايه عنده عرف. نعم، طيب أبو خطاب أنا أشكرك، ونتمنى هذا الصوت يصل إلى من يهمه الأمر وينظر إلى قضية المعتقلين والمغيبين. أبو عبد الله من صلاح الدين ويانا، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، أنت تقول بيوت مفلشة، بيوت مفلشة. نعم. لأن البيت طواله 200 مليون أو 300 مليون. نعم. يعني مساحة البناء تطلع 500 متر. أي. بس البناء 500 متر كعرفة. نعم. لأن من قاضي بالتعويضات القيمة 27 مليون، بس شيل الإنقاذ سوى 7 ملايين. نعم. لأن 20 مليون اشتري لبيت.
نعم. وصار 70 هو هذا السعر. وسوى على هذا السعر وهي ماكو. تروح على التعويضات يقول لك تنطيني افقد نسبه من الفلوس اللي تنطيك التعويضات. واطلع لك اياها. ذني المكاتب الاقتصاديه لو هاي الدوله هيك تحكي. هاي دولة بالتعويضات. يقول لك انت مثلا لك 50 مليون. 50 مليون انا اخذ منك 10 ملايين. شنو المناسبة ياخذ منك هذا المبلغ؟ المناسبة اما تنطيني اما معاملتك تمام او اضيع لك معاملتك تضيع. ابو عبد الله بس لحظة، هذا الموظف هو اللي يطلب لو هاي تعليمات الدولة انه ياخذون نسبة، يعني لو شنو؟ هذا الموظف اللي يطلب. موظف نعم. والموظف من تشتكي تطلع انت مطلوب. انا عندي معاملة عندي دعوة دعوة بيت ودعوة مزرعة. نعم. من جهة تحكي وريت دعوة بسم واحد، شنو قلت دعوتين بسم واحد؟ دعوة مال بيت ودعوة مال مزرعة. اي. واثنين بسم، قلت له شنو الاشكال؟ لأن القاضي يدزني مال المزرعة يدزني على الزراعة، مال البيت يدزني على العقار المقامية، مال المزرعة يدزني على الزراعة، مال البيت يدزني على الطرف. ومتأكد إن هذا لازم تدفعلها رسوم يم المحامي مال كشف مال المحامي، وهاي يم المحامي كشف. وثنين هنا تفعل الكشف من اجل نفس القاضي ما تعويضات ولا حديد ورا ما مشيت هاي على السلام كان ما يصير باسم واحد، انت شنو بتصير باسم واحد؟ انا اللهم اغفر لي عندي خمس بيوت او خمس بيوت احتجت او خمس بيوت احتجت يعني ما يصير خمس معاملات ما خمس بيوت؟ سيد أبو عبد الله أشكر حضرتك للمشاركة، وهذه قضية أخرى طبعا، قضية المساومات وقضية الموظفين الفاسدين والابتزاز اللي يتعرض له صاحب الحق، اللي يتعرض له اللي يدمر بيته بسبب فساد السلطة والحكومة التعبانة اللي دخلت العراقيين بحروب ودمار ما إلى نهاية. يدفع أيضا ضريبة موظف فاسد الحكومة جابته بسبب المحاصصة والحزبية وبسبب الفساد، يفرض على المواطن اللي يريد تعويض يفرض عليه أنه يأخذ منه نسبة من هذا التعويض. يعني ما أعرف ملف الفساد وملف الإهمال إلى متى يستمر في العراق. كلهم يجون قبل الانتخابات يطلعون أحزابهم وأفرادهم ونوابهم ملائكة وأنهم سيكونون المصلحين. طيب اللي دا يحكي ويقول أنه حكومة أغلبية وطنية وحكومة الإصلاح مقتدى الصدر اللي هو فايز في ما يتسمى بالانتخابات، كان يسيطر على الوزارات الخدمية طيلة فترة حكمه وحكم نوابه من 2005 أول حكومة إلى اليوم، مقتدى الصدر اللي لولاه لما تشكلت حكومات الاحتلال كما قال سيطر على الوزارات الخدمية طيلة هذه الحكومات السابقة. ملف الخدمات أسوأ ملف موجود في العراق، غير ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والحكومات اللي سيطر عليها والأموال التي نهبت واختفت من العراق، اختفت من العراق، تقدر الأرقام بأكثر من تريليون دولار أمريكي اختفت من العراق. كل هذه الأرقام وكل هذه الوزارات وكل هؤلاء النواب ونفس الشخصيات لم يقدموا للنازحين العراقيين أي شيء، فهل سيقدمون الآن وتجاربهم سيئة ومعروفة؟ أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، يعني هذا الشعب يعني 19 سنة شتأملون الحكومة بعد. ما كافي عاد الناشد نقول يا حكومة كافي عاد. نعم. كافي خل تصير عندنا صحوة أستاذ محمد الله يخليك. شتأملون عندهم؟ يعني هم دولة حرامية سراك ظلمة قتلة مجرمين، تتأمل من عدوم؟ يعني تتأملون من مجرم أن يعوضك؟ تتأمل من قاتل أن يدير باله على الشعب؟ يا أستاذ محمد ما كافي عاد احنا والله 19 سنة ناشد حكومة، يا حكومة الله يخليك أستاذ محمد، هسه احنا خلينا من خلال هذا المنبر ناشد الشعب ونقول له وين تتوصل بعد يا شعب؟ وين يوصلوك بعد؟ وحاره وسووا بينا استاذ محمد. نعم. تهجير، قتل، جوع، مظلمه، ولا سراخ استاذ محمد. هذا تعمل. نعم. من واحد سارق انا التفت عليه كل الشعب يصحى كافي، مو الحكومه نايمه.
حكومه نايمه، حكومه ما عندنا احنا، تحت ميليشيات تحت احزاب. نعم. خلي الشعب يلتفت على نفسه، خلي يشوف نفسه وين مصيره، وين يوصل بعد. كافي كافي والله من الليله، والله تعبنا. نعم. المهجرين متبهدلين، تجي على المرضى متبهدله، تجي والله والله ملينا يا استاذ محمد. بعد حتى طاقه ما عندنا، طاقه ما عندنا، طاقه تحمل ما عندنا. نعم. تقاتل الامريكان سواك رهاب. حرنا وياهم يعني، والله حرنا وياهم. عندي سؤال، عندي سؤال يا ابو عراق. من 2019 بدات الحكومات، حكومه عادل عبد المهدي، باطلاق مشروع لاغلاق المخيمات، مخيمات النزوح، تمام؟ وبلشت الحكومه ولا تزال هي في مشروعها تسد مخيمات وترجع لي ورا. السؤال، لما سدت المخيمات ولما طرحت هذا المشروع، ما سألت نفسها الحكومة أنه ذول الناس وين حيروحون؟ اليوم لما نسمع أنه أكو 2% بس من النازحين اللي إلى رغبة بالعودة إلى منطقته بسبب أنه هذه المناطق مدمرة خربة أنقاض وكلها متفجرات تحتها، وحتى هناك مناطق في مدينة الموصل وتحديدا القديمة الجانب الأيمن هناك جثث لا تزال تحت هذه الأنقاض. يعني الحكومة هاي لما تيجي تسد مخيمات النزوح ولما تطرح هكذا ملف، غير اكو دراسة، غير اكو تهيئة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، هذه الحكومة شلون بدها تفكر؟ شلون تمشي؟ شنو هي العقلية اللي تسير عليها؟ شنو هي الآلية اللي حاطتها أو المشروع اللي حاطتها حتى تمشي عليه؟ أستاذ محمد الله يخليك، ليش أنا نتأمل من هاي الحكومة أن تخطط تخطيط شلون ترجع النازح؟ ما هي هجرتها. نعم. فكر بي شلون ترجع، شلون تضع للآلية الله يخليك. عم دولة ما يفكرون يا أستاذ محمد، دولة جاي يفكرون ببوكهم، بسرقاتهم. نعم. بقتلهم، بتجويحهم للشعب. مو هامهم الشعب الله يخليك أستاذ محمد. نعم. أنا من خلال هذا المنبر أنا أناشد الشعب. أحكي ويا الشعب، أقول له يا شعب تابعات كافي صبرنا، والله ما عندنا صبر بعد، ما نتحمل بعد، كافي عمي، عيب. يعني قامت الدول أستاذ محمد تصدق علينا، وعيب. وخلي لو عمي ما عجب ذرة. البارحة واحد يقول إن علاجته بالإنسانية، ليش ما عجب إنسانية أستاذ محمد؟ دولة مشلين لا إنسانية ولا رحمة ولا شبكة ولا يخافون من الله. سيد أبو عراق أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ننوه ونذكر مرة ثانية أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث جديد، هو نظام بث HD اعتبارا من 1/2/2022. سيتوقف العمل بنظام البث SD اليوم سيتوقف العمل بنظام البث SD. لذا لمن يواجه مشكلة بمشاهدة الصورة، يرجى منه الآن مشاهدينا الكرام إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على نفس التردد الظاهر أمامكم على الشاشة، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم الآن إعادة ضبط جهاز الاستقبال الرسيفر، نزل التردد مرة ثانية، حدث الجهاز على التردد الجديد حتى تلقى إن شاء الله القناة بنظام بث جديد. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام الآن إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث، فابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في قضيتنا اليوم، قضية النازحين الذين لا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم لأنها مدمرة. مشاهدينا الكرام، هذا هو التقرير الذي صدر عن منظمة ريتش الدولية للمساعدات الإنسانية، التي أكدت أن 2% فقط من
النازحين العراقيين في الداخل يريدون العودة إلى مناطقهم لأنها مناطق مدمرة منكوبة أنقاض تملأها المتفجرات غير مؤهلة غير صالحة للعيش فيها. والسؤال هو لماذا؟ ما الذي منع حكومات الاحتلال حكومات بغداد المنطقة الخضراء من إعادة إعمار هذه المناطق بعد إعلان النصر مثل ما سوى حيدر العبادي الاحتفالية وتحرير العراق من حطها بين قوسين كما تقول السلطات؟ إلى اليوم هناك عمليات عسكرية ضد داعش كما تقول الحكومة، فأين التحرير وأين النصر؟ عموما الحكومة قالت انتهت العمليات العسكرية وتحقق النصر وتم التحرير، ليش ما رجعتوا الناس إلى مناطقهم؟ شنو اللي منعكم؟ العالم كله وياكم، دول العالم كلها تدعم هذه الحكومات، تدعم أحزاب المنطقة الخضراء، تقف معها قلبا وقالبا بكل جرائمها وانتهاكاتها. العالم يتغاضى عن ما تفعله هذه الحكومات، فشنو اللي منعكم من إعادة إعمار المناطق اللي دمرتوها جراء القصف والعمليات العسكرية؟ عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للنازحين والمهجرين والمغيبين مشكلتهم مشكلة، لأنه اللي يتصدى للقرار السياسي بالعراق مو رجال دولة للأسف الشديد، يعني ناس يعني خارجين عن القانون، لأنه تشمل العصابات والمافيات الأرصد شيء، يعني القرار اللي يخذوه بحق هذا تاجر المخدرات ابن محافظة. فقدنا الاتصال للأسف مع سيد عبد الرزاق من بابل. كلام سليم. ترى هل الحكومة اللي تفرج عن تجار المخدرات والمجرمين بعفو خاص وبمرسوم جمهوري يصادق عليه رئيس الجمهورية ويتم بتوصية من رئيس الوزراء، هل هؤلاء لديهم القدرة أو القابلية أو الرغبة على النظر إلى الأبرياء، إلى القضايا الإنسانية، إلى النازحين، إلى المهجرين، إلى الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب الميليشيات؟ وجرف الصخر قلنا مثال على هذا الموضوع. كيان من بغداد تفضل يا كيان، حياك الله. أستاذ محمد مساء الله يسلمك، حياك الله، مساء النور. طبعا أستاذ كيان. كيان كل الهلا. أستاذ محمد أنا خادم لأي نازح ثق بذات الله. الله يسلمك. اسمك كيان، وأنا رمز علي، والنازحين أهلي ونالتي، وعنده مجتمع 100 متر ثق بذات الله، أتبرع لهم بي وخليهم على راسي يقعدون بي، أطلع من عنده هذول النازحين. وكلمة أنا رجل مسلم مسلم وأعرف الإسلام وأعرف ديني، وأعرف الإسلام ما يقبل بالظلم، وأعرف الدين ما يقبل بالظلم، وما يقبل هاي الناس المسلمة، هاي الناس اللي من عنده بي اللي حمتي، الناس الخطية النازحين اللي يموتون من البرد، ويموتون من الجوع، ويموتون من المرض، ويموتون من الفقر، ويموتون من أشد الطرق، ماكو لا خدمات، ماكو مقومات إنسانية هسه معتهم، مقومات الحياة ما موجودة عندهم. أستاذ ماكو، ما موجودة. أنا أريد أسأل ذولي اللي يصيحون لبيك يا أمير المؤمنين، قال لبيك يا أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب يرفض هذا الظلم، وينكم؟ يلا أنتم مو مسلمين؟ هاي ناس مسلمة، وحتى لو كانت غير مسلمة، هاي الناس لها حق بهذا البلد، انولدت فيه وشربت من مايه واكلت من خبزه، لها حق وحقوق بشرع الله سبحانه وتعالى. ليش ما ترجعون؟ من يعترف بهذه الحقوق من الاحزاب والحكومات؟ استاذ هذولي اروح لك فدوه، هذول شله حراميه، شله مجموعه من الحراميه، هذول يهود الدين ذولي، يعني حتى والله العظيم يا أستاذ محمد تقضي ذات الله ومالك علي يمين، من تطلع النازحين طلقة وطادنة في قلبي والله العظيم، يعني انحصر أموت. أتمنى أمنيتي، عندي إمكانية قوية، تقضي ذات الله أخدمهم بعيوني. هذول أهلنا، هذول ناس متعلمين، هذول الناس
متعلمين نعرف. يعني انت هسه يا ابو كيان انت دي يطلع من داخلك شعور المواطن العراقي او شعور العراقي لاخيه. ذول اللي دي يحكمون العراق اللي لازمين الحكومات والسلطه والفلوس والجاه والقدره، مو هم يقولون احنا عراقيين؟ معقوله ما حد منهم ضميره يعني ألم للحظة بشعره انه اكو ناس وهو قاعد في بيته الدافئ اللي حواليه الخدم والحشم والكهرباء الموجوده اللي ما تنقطع والاكل، ما حس انه اكو ناس نازحين محتاجين مني مساعده، اني مسؤول بالدوله، اني عندي فلوس اروح اسوي لهم اقدم لهم خدمات اودي لهم دعم، اني بالله ما اقدر ابني لهم بيوت اروح ادزلهم المساعدات العلاج البطانيات الاكل حليب الاطفال مستلزماتهم اللي يحتاجوها. ما فكر واحد منهم وانب ضميره او حتى لو نغزه شويه انه هو بس يفكر بالنازحين؟ استاذ محمد، الانسانيه والضمير لا تشترى ولا تنباع. الانسانيه والضمير موجوده عند كل انسان، بس اكو انسان يستعملها بالشر واكو انسان يستعملها بالخير. مثلا الله سبحانه وتعالى يحب لنا الا الخير، الانسان يحب للانسان الشر. هاي قاعده ثابته ما بيها كافلام. الله سبحانه وتعالى يحب لنا الخير، هذول الانسانيه عندهم متحوله الى شر، الى جشع، الى طمع، الى سرقات. ضمير ميت، الضمير منتهي، انسان ضمير عندهم ما اعرف وين ذابينه، وين مودينا هذول. بس انا اريد اسالهم سؤال، واحد من عندهم يرضى امه، اخته، اخوه، ابوه، عمه، جده، خاله، ينام بهاي الصحراء هسه قاعد تظهر هاي الصور بهاي الصحراء؟ هاي ناس، هذول ناس متعلمين ياكلون الصينيه يشيلونها سته، يشيلونها سته ينامون بالصحراء؟ مو حرام باكر الله سبحانه وتعالى يحاسبنا شو يقول لنا؟ تعالوا انتم مسلمين ليش ما دافعتوا ذول لاخوانكم واهلكم؟ ليش ما حكيتوا؟ لا عماني باكر من نوقف اقول له يا رب العالمين انا حكيت وباعلى صوت وتبرعت بيتي خادم لهم هسه وبعد بيتي يجون يقعدون بي على راسي ومية هلا بالنازحين وان شاء الله شده وزول وانتم اهلنا وناسنا ولا تحزنون ان شاء الله تفرحون وان شاء الله ظلمكم الله يظلمه بحق محمد. شكرا وعلمه. شكرا جزيلا سيد كيان من بغداد. مشاهدينا الكرام نذكر ايضا من جديد انه اللي بعده ما مجدد التردد، ما مغير التردد مرة ثانية على جهازه، يرجى منه الآن إعادة ضبط جهاز الاستقبال على التردد الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. 10727 الاستقطاب أفقي H كما يظهر على القمر نايل سات، حتى تحصلون وتجدون قناة الرافدين بنظام البث الجديد HD، لأن النظام القديم SD اليوم سينتهي العمل به. لذا يرجى منكم مشاهدينا الكرام لمن يواجه المشكلة الآن أن يقوم بإعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مسؤولون في محافظة الأنبار أكدوا وجود أكثر من 4000 أسرة نازحة داخل مخيمات عشوائية جنوب مدينة الفلوجة. قال المسؤولون إن وزارة الهجرة والمهجرين أغلقت مخيمات النزوح الرسمية في محافظة الأنبار كافة، إلا أن المخيمات العشوائية في قضاء العامرية ما زالت تضم أكثر من 4000 أسرة نازحة تعيش أوضاعا معيشية صعبة جراء تدمير منازلهم. حنقول أن الحكومة المركزية حكومة أحزاب محاصصة طائفية وميليشيات وماشي. طيب الحكومات المحلية اللي هي تحصل على ميزانيات وتحصل على مخصصات مالية كبيرة جدا، الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة محافظات لديها، وطبعا محافظة التأميم محافظات لديها إمكانيات ولديها مخصصات سنوية وشهرية تذهب إلى المحافظة. سؤال، هاي الأحزاب الموجودة والمحسوبة على هذه المحافظات واللي يقولون إحنا نمثل أهالي هذه المحافظات، دول السياسيين النواب البرلمانيين الوزراء، وين هم عن أبناء محافظاتهم المنكوبة اللي لا يزالون إلى الآن في المخيمات يعانون كما قلنا بلا دعم بلا غذاء بلا علاج في أوقات صعبة ولا يوجد من يلتفت لهم؟ ترى ليش هذه الأموال مدى تخصص لإعادة إعمار المناطق ولتهيئة ظروف ملائمة لإعادة النازحين؟ أبو علي من أبو غريب تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد.
محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحيي أستاذ كيان. نعم. الله يخليك إن شاء الله. والعراق الشريف من الأنبار أبو عراق الله يحفظه. نعم. وسعد من الكويت الله يحفظهم ثلاثتهم إن شاء الله، وكل من يتصل بيكم. حياك الله يا أبو علي، بارك الله. الله يخليك. إن بالنسبة للعراق، العراق أنت هسه روسيا أي. وهاي الدولة اللي تعاركون وياها أوكرانيا أي. تنعاد العمارة عليهم هذين جاي يشوفون العراق، والعراق يعني فرد نوب انتهى. أوكرانيا وروسيا يتعمرن قبل العراق. نعم. شلون الكويت الله يحفظها من عمروها؟ العراق ما يتعمر. ليش يا ابو علي؟ ناس مينها ناس ما تخاف الله. البرلمانيين والبرلمان انا انطيك البرلمان اللي قاعدين به البرلمانيين برلمان يعني مفخخ، باي ساعه يتفجر عليهم. هذول البرلمانيين من 2003 لهذا اليوم البرلمان كله مفخخ، باي ساعه ينفجر عليهم. وهذول يعني لا يحلون ولا يربطون. والله العظيم انا هسه انا اسولف وياك وعيني وعيوني اثنيناتهم انتهن، ومن زمان اخابركم واني عيوني نشرت على الفيسبوك وكل طام البرلمانيين يا هالاخابره يسد الموبايل بوجهي. نعم. على مود انا ابيع جرايد وخلصت عمري اعرفهم هذول كليتهم، اعرف من خميس الخنجر الثاني يجي للثروه الحيوانيه وكريم ابو سوده وطلال الزوبعي. والله يا هالاخابره يسد الموبايل بوجهي على مود العلاج مالتي، وخلفوا على رجال عراقي شريف. ذولا شنو اللي ينقصهم؟ شنو اللي ينقصهم انه شنو اللي ينقصهم انه يساعدون الناس؟ انت تقدر تساعدني؟ هذول ما بيهم فايده يا عمي. وين الرئيس راح؟ ريد الرئيس مالنا وين راح؟ ابو علي، سيد ابو علي، سيد ابو علي، سيد ابو علي موجود وياي؟ طيب ابو علي انفعل. انا اشكرك يا ابو علي، ادي اعصابك، شكرا جزيلا. قبل الانتخابات ياتي النواب، ياتي المرشحون من ابناء المحافظات الذين يدعون تمثيل هذه المحافظات، يقولون بانه انتخبوني وحعمر لكم وحطلع لكم ابنائكم المعتقلين، ويطلعون يهتفون على المنصات مثل محمد الحلبوسي يقول ازين شارب اللي يعتدي على امن محافظاتنا، وبعد ما خلص ونزل من المنصه مجازر صارت بالمقداديه بدياله، وصار استعراض من ميليشيا حزب الله بمحافظه الانبار وغيرها وغيرها من انتهاكات وجرائم، وما زين شارب اي احد. هؤلاء الذين يحكمون العراق وهؤلاء الذين يمثلون محافظات دمرت جراء العمليات العسكرية ما قدروا يطالبون بحق أبناء هذه المحافظات بشكل حقيقي، كانوا عبارة عن شعارات وعن هتافات وعن استعراضات، لكن الواقع يقول 1,200,000 نازح لا يزالون إلى الآن في المخيمات، 2% فقط منهم اللي يريدون يرجعون إلى مناطقهم، لأن مناطقهم بعدها مدمرة، بعدها مناطق عبارة عن ركام. اللي يريد يشوف حجم الدمار يذهب إلى الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وسيجد 95% من المدينة القديمة مدمرة. هذه أرقام الحكومة مشاهدينا الكرام، هذه الإحصائيات هي إحصائيات حكومية ترصد حجم الدمار الذي حصل في هذه المناطق. وطبعا احنا قلنا مدينة الموصل الجانب الأيمن هو مثال فقط عن حجم الدمار الكلي في المحافظات المنكوبة. الجزء الآخر هو جزء منع نازحين من العودة إلى مناطقهم التي تعتبر إلى حد ما جيدة، حافظت على وضعها إلى حد ما من ناحية الدمار، نسبة الدمار فيها ليست بالنسبة الكبيرة، لكن لا يستطيع أهلها العودة إليها بسبب الميليشيات. ميليشيات كما جرف الصخر، ميليشيا حزب الله الموجودة اللي تمنع
أي نازح من العودة إلى مناطقهم، بل حتى تمنع الحكومة نفسها، تمنع الوزراء، تمنع النواب من أن يدخلوا إلى المحافظة. وبعض النواب وبعض السياسيين اللي دخلوا إلى جرف الصخر قبل الانتخابات يستعرضون، هؤلاء دخلوا باتفاقية ووقفوا عند حدود وأطراف المدينة، لم يصلوا إلى عمق جرف الصخر، ولم يحققوا الوعود التي أطلقوها قبل أشهر بالصلاة، صلاة الجمعة جماعة في جرف الصخر. صار لهم هذا الكلام أشهر عليه، ولغاية الآن الناس ما رجعوا إلى مناطقهم. صحيفة الجارديان البريطانية مشاهدينا الكرام أكدت استمرار تعرض النساء والفتيات النازحات في المخيمات لعدم المساواة والأوضاع المعيشية الصعبة. ذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن نساء المخيمات في العراق يبحثن عن اللحظة الحاسمة للعودة إلى منازلهن مع الصعوبات التي تواجههن. نقلت الصحيفة عن منظمة فري تورن تعرض الفتيات لصدمة من جراء الحرب وخسارة مقاعدهن الدراسية مع زيادة معدلات الفقر بين العائلات النازحة. صحيفة الجارديان تتحدث أيضا عن جزء مهم جدا من معاناة النازحين، وهي شريحة النساء. فتيات العراق ونساء العراق يعانين بسبب عدم المساواة والأوضاع الإنسانية الصعبة، وكثير من بنات العراق فقدن الفرصة على الالتحاق بالدراسة. طبعا هي إن شاء الله لا تزال قائمة في المستقبل، لكن الآن لا فرصة لهن بالمشاركة واستكمال الدراسة والمراحل التعليمية بسبب الدمار وبسبب المخيمات وبسبب غياب الأوراق الثبوتية والرسمية، هي جزئية أخرى خطيرة للغاية. معنا اتصال السيد أبو علي من لندن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييكم. يعني أنا ما أعرف تنتظرون، يعني دول اللاجئين خطية، المساكين تغربوا من مكاناتهم ومن بيوتهم، شو ينتظرون من هاي الميليشيات؟ هاي الميليشيات جايين بس يسرقون وينهبون، ها، وعمالة وخيانة. أمس رئيس الجمهورية على أساس يصدر عفو خاص لتجار مخدرات، أي جواد لؤي الياسري ابن محافظ النجف. يعني أنا ما أعرف، واحد تاجر مخدرات، نعم، شون تطيع عفو؟ ها شون تطيع عفو؟ زي عندنا مئات أو بالآلاف الأبرياء في السجون، نعم، ليش ما تطوهم عفو؟ ذولا المتظاهرين بالسجون ليش ما تطوهم عفو؟ أخي ذولا ميليشيات، عصابات، عملاء خونة، هاي تشمر نحكيها إحنا. نعم. يعني بشغلة والله تدوخ ما على الشعب العراقي أن ينهض. نعم. عم يقوم، لا تنتظر من ذولا خير، ذولا مجرمين، قتلة، عملاء خونة. فضلوا الآن بأوكرانيا، زين، هاي المخيمات بأوكرانيا حطوها ببولونيا، خصم حطوها برومانيا. شوف المخيمات، شوف المخيمات وشوف شلون يوزعون، زين. حتى الأمم المتحدة مثلا إذا رادت توزع، رادت تعطي لهاي الميليشيات الخضراء يوزعون للنازحين، دول يسرقوها. طيب سيد أبو علي، أنا أشكر حضرتك، وطبعا اللي تفضلت به حقيقة، لأنه المملكة العربية السعودية أرسلت في وقت العمليات العسكرية أرسلت مساعدات إنسانية إلى النازحين، وصلت المساعدات إلى مطار بغداد الدولي، سرق منها ما سرق من داخل المطار، والباقي ترك ليتعفن ليفسد. كانت هذه جزء أو جانب من سرقات الأحزاب والميليشيات في العراق. أبو عمر من الأنبار، باختصار يا أبو عمر حياك الله، ما عدي وياك غير دقيقة واحدة، تفضل. حياني باك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو على هذا الخنجر قبل أيام، ومن قال رجعنا جرف الصخر، أي يعني هاي شلون مخفية عن الناس، ما تنكشف كذبته وتطلع كل أكاذيبهم، نعم، وعيب عليهم. يعني هو
ماكو اعلام، ماكو شيء يبين بالعراق. والله رجع جرف الصخر. ومحمد حنبوسي قال شلون رجع جرف الصخر هذا؟ طار وين للموصل؟ راح ارجع لكم بيوتكم واعيد لكم الاسواق واعيد لكم البيوت واعيد لكم التعويضات. رجع شيء، رجع شيء؟ ما رجع شيء نفسه. ليش ما رجع شيء؟ ليش ما رجع شيء؟ ما يقدر يرجع شيء. مو يقول على المنصه، مو يقول على المنصه احنا كلام، احنا رجال اقوى، احنا رجال افعال مو اقوال. والله عشاك كلها اكاذيب. هو مو طلع يقول عزيز شارب اللي يلعب من المحافظات، اي مو افعلوا ما افعلوا بدياله وكل المناطق السنيه، شو ما طلع صوته. سيد ابو عمر اشكر حضرتك شكرا جزيلا من محافظه الانبار للمشاركه. قبل الختام مشاهدينا الكرام نذكر مرة أخيرة أن في برنامجنا طبعا أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022. النظام القديم اللي هو SD اليوم 28/2 سيتوقف العمل به. لذا يرجى من حضراتكم أن تتفضلوا الآن ب إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على التردد اللي يظهر أمامكم على الشاشة 10727 أفقي، الاستقطاب أفقي H على القمر نايلسات. يرجى منكم الآن مشاهدينا الكرام الآن الانتقال إلى نظام البث الجديد بإعادة تنزيل التردد مرة ثانية على الرسيفر حتى تحصلون على القناة بنظام البث الجديد. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.